لطيف مواضيع انت خطيف هو اصلا نظيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم اربعة شارع شريف حواري خفيف مواضيع انت خفيف ما هو اصلا نظيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم اربعة شارع شريف الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف مزيكا وفنون الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف عرف وداير انا بوشوش الاصداء العشق لعب بقلبنا والحب مني خف عرف وداير انا بوشوش الاصداء العشق لعب بقلبنا والحب مني خف شغلت عيوني صبيه بكامل الاوصاف بدر البدور لو طار يحلف بعمره ما شاف بدر البدور لو ضل يحلف بعمره ما شاف زي ابتسام البدر ده الحق والانصاف اسكن مكاني وانا هشتغل يا غزال متغزل بالنور وملعلق في قلوب الناس يا غزال متغزل بالنور وملعلق في قلوب الناس رقصت عرايس وبحور رقصت المي بالكاس رقصت عرايس وبحور رقصت المي بالكاس عودت مسمار على نار يرقص ولا اكثر وداير انا بوشوش الاصداء العشق لعب بقلبنا والحب مني خف عرف وداير انا بوشوش الاصداء العشق لعب بقلبنا والحب مني خف شغلت عيوني صبي بكامل الاوصاف بدر البدور لو طل يحلف بعمره ما شاف بدر البدور لو طل يحلف بعمره ما شاف زي ابتسام البدر الحق والإنصاف تسكن مكاني هي وأنا أشتغل عراق يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا بكل مشاهدينا ونتمنى تقضوا وقت حلو وتتبسطوا عندنا النهارده في أربعة شارع شريف النهارده عندنا أكل حلو مع مينا مينو مش ملاحظة ان في حاجة جديدة؟ لا بجد؟ لا خالص؟ خالص المزيكا دي مش جديدة؟ دي؟ ها؟ دي؟ اللي احنا عملناها دلوقتي طب لا في الضيف الجاي عاملة لنا أكل النهاردة طيب عاملة لنا أكل النهاردة عاملين النهاردة دقية القلقاس باللحمة المفرومة والخضرة أيوه وعاملين متبل القرع العسلي أيوه وعاملين بناء على طلب ناس معينة كيكة العدس الأصفر بالشوكولاتة أوكي طيب بعد ما نخلص الأكلات الحلوة دي مع مينا مينو عندنا سوسو سعاد سليمان اللي مغلبانا يا أولاد أهلا سوسو أهلا 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 جديد هذا ازاي
لا والله مجدين، دي تالت مرة اطلع بيها. انا قلت لحسام الحلقة الجاية هحضر لك اغنية فيري سبيشال بهديها لك. هقولها لك، انا صوتي وحش. هذا اللون عليك يجنن، يشبه لون عيونك. اوبا بقى، نظرات العالم ما تطمن، احذر لا يحس دونك. ايوه والنبي. استاذ كاظم الساهر اللي غني الاغنيه دي، مش عارفاها؟ اه طبعا عارفاها طبعا. طبعا القيصر. ايوه هغنيها لك مخصوص المره الجايه. انا موافقه، انا وحسام ان شاء الله. انا كل الالوان اللي انت بتقولي هذا اللون عليك يجنن يشبه لون. ايوه كده طبعا. هتكلمي على ايه النهارده؟ هنتكلم النهارده عن الاديب الروسي العالمي العظيم انطوان تشيكوف. انطوان تشيكوف او تشيخوف. ممكن نسال فيكتوريا، من روسيا ولا من اوكرانيا؟ انتوا روس فيكتوريا، ولا فيكتوريا اللي تعرف. اوكرانيا 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 ولا روسيا؟ روسي. تعرفي انطوان تشيكوف؟ لا اهو عارفه. ايوه لا انت خليك انت تبعنا معانا من الخرطوم. لا وفيكتوريا كمان مذاكره. فيكتوريا مذاكره. فيكتوريا انت عارفه انطوان تشيكوف؟ اه يس يس اه يو نو اه فيري جود. شوف ايه انا انت عملتي ايه في لون شعرك؟ غمقتي يا اختي جميله طول عمرك. اهلا وسهلا، منوره يا سوسو كالعاده. انا كل ده عمال اطول عشان معايا الديزاينر، بخاف اقول اسم الفاميلي ايه بتاعها غلط، وكل مره تجيلي اقعد قولي لي الاسم قبل ما اخش على طول. طيب معانا النهارده عرض ازياء في ديزاينر عامله حاجات حلوه جدا هتتبسطوا منها. وخلينا نرحب كده بمصممه الازياء استاذه دعاء السمليهي، صح كده؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك يا منورانا. نورك. الحاجه الشتوي اللي انت عاملاها حلوه قوي. تسلم. مستخدمه خامات تجدد بصراحه. الله يخليك. هنشوف بقى النهارده الكولكشن كله. اه ان شاء الله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ما دام في عرض ازياء يبقى اكيد بنات الشارع الحلوين جايين متالقين. اهلا وسهلا. مش هتيجي بقى يا فيكتوريا تطلعي معايا وتتكلمي على البراند؟ ان شاء الله. البراند اسمه ايه؟ ماشي. طيب عندنا كمان النهارده مزازيكي مع عندليب هذا الشارع المطرب الكبير استاذ حسام حسني. اهلا يا استاذ. يا مساء الفل. عاملين ايه يا اساتذه؟ زي الفل يا حبيبي الحمد لله. زي الفل؟ زي الفل؟ بحب فيك ان انت على طول بتضحك. ايه رايك؟ لازم حتى اغاني تبقى صادمه وحزينه وكلها بؤس وانت وانت الحمد لله نعمه من عند ربنا. ايوه طبعا ربنا يديم عليك، ده الابتسامه صدقه يا حبيبي. انت عمال تلم صدقات طول النهار. الحمد لله ما شاء الله. انت طول النهار تضحكي تروخ على ايه؟ انت قلت ايه؟ انت جميله والله. اي لاف يو حبيبتي. طيب بهذه المناسبة يا أولاد النهاردة التلات، يعني نسمع نشيد يوم التلات وبعد كده فاصل، وبعد الفاصل نرجع لكم في المطعم مع منامينو. خليكم معانا لو سمحتوا. يلا تحت الشباك لمحتك يا جدع بعدها وياك، ما تقول يا جدع تحت الشباك ولمحتك يا جدع بعدها وياك، ما تقول يا جدع إذا عدت قصاد البيت، إذا عدت قصاد البيت أبوس رجليك ما تبص لفوق وتصب الشوق أمان عليك، بص سلم سلم على عينك يا جدع، يا عيونك يا عزيزه دي عيونك عيون غزلان، يا عيونك يا عزيزه دي عيونك عيون غزلان، يا شعرك يا عزيزه ده شعرك سلام جمال، يا شعرك يا عزيزه ده شعرك سلام جمال، الحلو في المرقص شاور لي وبصلي والقلب في الزمان بسرعة بيتملي، الحلو في البرندة شاورلي شاورلي وبصي، حلو في البرندة شاورلي وبصلي والقلب في الزمان ده بسرعة بيتملي،
في البرندة شاور شاور بصي على ورق الكل دلعني على ورق الكل دلعني مين يرضى الكل دلعني على ورق الكل دلعني انا لا حلمي ولا بيدي الا الغوايش اللي بيدي انا لا حلمي ولا بيدي الا الغوايش اللي بيدي ما قلت لك يلا مدام واظهر انا وياك ودلعت على ورق الكل دلعت على ورق الكل دلعت مين يرضى الكل دلعت على ورق الكل دلعت يا بتاع التفاح لون تفاحك راح دول ست الكل يا بتاع الياسمين مين يندهلك مين واحنا معانا الفل يا بتاع الرمان رمانك دبلك بص علينا وصل دي حرية يا ولا قول لي يا ولا اشتقنا يا ولا اه يا ولا يا ولا ارحمني يا ولا والنبي يا ولا يا 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 يا, يا, يا ولا ولا يا ولا ارحمني يا ولا ايوه بقى ايوه عجباني المزيكا الجديده تحسوا بيه كده انت النهارده مش عجباني you're not in the mood لا 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 بالعكس في حد مضايق لا خالص مش عارف ايه اللي في كمك ده دي حركات اه ايه بقى وريني الموديل افرجي كده بكم كالونه وبعدين بتتعمل كده اه وكده اوكي حلو قوي فيري نايس انا بحب اطلعي بقى فرجيهم البنطلون ده يعني حاضر لسه جايباك جديد اول لفسه طالع من الكيس بكيسه لا اصبري بس عشان نعمل ما انا بعمل بتعملي موديلنج بصوا فيري نايس بصوا 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 ما انا مينو استني الكاميرا لسه جايباكي اهو انت موديل دلوقتي حبيبتي اهو لفي بقى لفه زي اللي بتلفيها كده واحنا بنقول تحت الشباك الف كده ليه بقى وما بتبقي ورا هنا بترقصي بتروحي عامله كده وفجاه لفه ده بيديكي عزم يعني طبعا باخد عزم الاول او تروحي ده لفه نحله الشارع اي لاف يو مي تو النهارده جايه مفلطانه كده ما حصلتيش اللون الاحمر ده فظيع طبعا يعني. بهذه المناسبه ها ايه ده القلقاس باللحمه المفرومه وال الخضره واحنا في شهر القلقاس طبعا ما احلى وايه ده ده متبل القرع العسلي خطير يجننوا ايه ده ده رز طبعا مع القلقاس معقوله مزوقاس بقى حلو بشكل لا انا قلت ايه ده مين اللي قاعد فوق ده فعرفت ان انت لمساتك انا اللي قاعد فوق انا هقعد كده بذمتك ايش وايه ده وده ايه ده دي كيكه بالعدس الاصفر وشوكولاته كيكه عدس بس دي واحده طالباها عشان عنده ابنها عنده حساسيه من الدقيق الابيض جلوتين فقالت لي لسه كنت ايام زمان ما كانش فيه الكلام ده عمرك سمعتي الحاجات دي بس كان في حساسيه عند الناس والدكاتره لسه مش فاهمين في الغالب تفتكري اختبار حساسيه بقى وبتاع طلعت انا اعرف في الستينات حاجات غريبه قوي بدع
اللي هو ايه؟ الحساسية دي. لا 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 فعلا. انت عندك حساسية من ايه؟ لا الحمد لله ما انا عندي حساسية برضو. من ايه؟ مني. منك؟ انا اجيب حساسية. ان نهرش؟ انا بهرش في نفسي برضو. ما اعرفش دي جديدة دي، هنعمل اختبار برضو. اختبار على ايه ولا على هنبتدي بالقلقاس. انا زورت. هنبتدي بالقلقاس. ادري القلقاس. القلقاس. يلا زورت بجد يلا. طاجن قلقاس باللحم المفروم. اقعدي على الزوز. كيلو ونص قلقاس، حزمتين سل، حزمة شبت، حزمة كزبرة خضراء، نص راس توم مفروم، معلقتين سمنة، فصين حبهان، نص كيلو لحم مفرومة، كوبايتين مرقة، معلقة عصير ليمون. الله. الليمون ما تحطش. ايه انا هجيب لك ليمون عندي. طيب. القلقاس يحب الليمون. وانا احب اهرسه واكل جنبه لفت مخلل واغمسه بعيش بلدي. لكن بالرز لا. لا، انا بقى بالرز. اكلش انا القلقاس بالرز. طيب. ما يليقش. القلقاس ده فكرته ما حدش يعرفها كتير. ايه بقى؟ اولا انا بقطع القلقاس وبالمنظر ده. خلي ايدك تحت. خلي تحت. ايوه. وباخده تشويحه على البوتاجاز. اوكي. في الزيت. نمره واحد. نمره اتنين. هتاخد النضاره مني. نمره اتنين. هعصج لحمه. هعصجها؟ لا هي متعصجه، هنحطها هنا. اللحمه دي نحطها هنا. اوكي. لحمه متعصجه يا ولاد. لحمه متعصجه بالبصله، هحط لها بس بق ميه عشان ايه؟ تفك يعني سنه صغنطر شيء بس. بس بعدين خلاص. وبعدين الخضره بقى. الخضره عباره عن سل وكزبره، هنضربهم في الكبه وشبت، ومعاهم فصين حبهان وتوم. يبقى هنحط كل ده. ده ايه؟ ده شبت. سل. سل مش بيلاقوه بسهوله بس اوكي. لا ده لازم موجود في الشتاء عشان السبائق الخبيزه. خليك فوق الحلقات جبته ب 25 جنيه. تخيل. انا بتخيل. تخيل حاجات كتير. واحط دول؟ فصين حبهان؟ كله. طيب. نحطهم بس تحت عشان يسخنوا. وادي انا عصقت اللحمه بالبصله والملح والفلفل وايه وسمنه. التوم ريحته حلوه. انا من عشاق التوم يا ولاد. بحب الاكل اللي فيه توم. وبعدين نحط عليهم ده. ايه ده؟ كل اكلي لازم توم. ده ايه ده؟ ده كزبره. وهنضربهم كويس. حاضر. طب احكي كده انا حطيت ايه في الاول في حطينا سل، توم، كزبره، شبت، فصين حبهان وبس. هنضربهم في الكبه. دي الخضره بتاعت القلقاس. هقول لكم على طريقه مختصره للعمايل. اودي ممكن. خلاص وريني. لا لسه لازم نقلبهم تقليبه. قلبيهم تقليبه. لا استني. انا عاوز اضربهم كويس. بعد ما اضربهم هحطهم في مصفى زي دي واضغط عليهم، انزل الميه الخضراء بتاعتهم وهركنها. وانت عايزه الميه ولا مش عايزه الميه؟ عاوزه الميه بس. وعاوزه الايه الخضار ده. خلاص ماشي هنا. ونضغط عليهم. ونضغط عليهم وهننزل الميه الخضراء بتاعتهم. تحس ان ما فيهمش ميه مش عارف ليه. لا علشان بس هما بياخدوا ايه وقت على ما تنزل الميه بتاعتهم. هاخدهم بقى واحطهم في طاسة مع السمنة وحمرهم. ودي اسهل طريقة لعمل خضرة. انت ما خدتيش من هنا ليه؟ ما انا اخدت من المجهزة. عشان دي انت مش عايزة ده؟ عاوزاه. خليها خد المية عشان دي انا مصفية المية بتاعتها. خليه. ممكن نشيلها شوية. هفضل اقلب عليها لحد ما ميتها اللي فيها تقل وتحسي ان هي اتحمرت شويه. يبقى دي بعد ما فرمنا السلق والشبت والكزبره والثوم
والحبهان الفصين حبهان، اللي ما بيحبش الحبهان ما يحطهوش. وبعدين هحطها في مصفى هتنزل ميتها، ولما اجي احمرها ممكن اضغط عليها بايدي. هي ما نزلتش ميه، دي نزلت نقط. ايوه ما هي بتغيب يا شريف. والله؟ اه. وهنسيبها بقى يا جماعه شويه. هنسيبها اه. الميه بتاعتها دي بقى انا ممكن احطها على المرقه واسقي بيها القلقاس. بتدي طعم يعني ولا طبعا. ايه؟ طبعا. نزلت حبه بص صغيره طبعا قوي، يعني المفروض لو خليهم أصف. خليهم احنا عاوزين. اوكي بعدين. طيب احنا كده حمرنا الخضره، هحطها على العصار. ثانيه واحده نحط العصار عندك هنا. طيب يلا الخضره دي احطها على دي كلها. يبقى كده لحمه مفروم بالعصار. ماشي دي واحدة عوضيها بس للناس. نحط امتى الليمون؟ الليمون هنحطه واحنا بنحضر الطاجن. كده تمام. هحضر بقى الطاجن. هحط بتقلبيه كله مش هتحط كله؟ هنحط بس شوية صغيرين والباقي. طيب يلا حط كله. خد يا شريف انت بقى. يلا قلبيهم مع بعض. قلبهم. لو تاخدوا بالكم ان هو فكرته زي الطاجن القلقاس باللحمه المفرومه. مش عايزه الميه اللي هنا؟ اه. هي ما نزلتش قوي بس هناخدها. معلش اه لا ابتدت اهي شويه. اه صدقين. وبعدين هنحط مرقه. هات بقى الشويه اللي نزلوا. عشان ده كله الاخضر طبعا انتوا حطوا هنا؟ اه هنا هنا هنا. انتوا ما هتسيبوها هتنزل اكتر. اهي. هدخله الفرن. فين عندك عصير الليمون؟ اه اهو جنبك اهو. طيب. هتحتاجي في الاكله الجايه بوتاجاز ولا مفيش؟ لا مفيش خلاص بوتاجاز. هدخلها الفرن. بتغطيها ولا بتسيبيها؟ بغطيها بورقه فويل علشان تقوم تغلي، وبعدين بشيل الفويل وبتقعد بالظبط نص ساعه وبتخلص، وتخلي فيها شويه مرقه وتتاكل سخنه. تاني يوم هتاكليها. هتحطي ليمون؟ احط بقى. تاني يوم هتاكليها. هتاكلوها مش واحده، هو في عيله وفي رجاله. انا بكلم ست البيت. لا كلمي كله، في رجاله بتتفرج عليكي مش بتقعدي تقولي. هتاكلوها. هتاكلوها. ما انا قلت هتاكلوها. هتاكليناها. هتاكلوها يا جماعه. هتلاقي نشفت. زوديها مرقه. اوكي؟ ولما تيجي تسخنيها في الفرن. سخنوها. سخنوها في الفرن. يلا. اوكي؟ خلي كل حاجه زي ما هي. ممكن تقول لنا مقادير؟ نزلنا مقادير متبل القرع العسل عشان ده طبق جديد ومختلف. ده جميل. اتفضلي. يلا. يلا. متبل القرع العسل. 4 كوبايات قرع عسل مكعبات، لتر ميه اللي هو بنسلق فيه القرع، رشه ملح، علبه ونص زبادي، معلقه كبيره طحينه، 1/4 كوبايه خل، نص راس ثوم مفروم، 3 حبات فلفل رومي مفرومين، 1/2 كوبايه بقدونس مفروم، وزيت وللتزيين مستردة. ممكن عاوزه ورقه بس. ورقه؟ اه. ورقه ايه؟ اه منديل. ومعلقه. عينينا. اتفضلي. المستردة مش كل الناس بتقدر تجيبها، فاللي ما عندوش مستردة في ناس ما بتحبهاش. ما بتحبهاش، وفي ناس بالنسبة لهم يعني مش هيقدروا يجيبوها. اتفضلي. أنا هحط الزبادي. أوكي. طبعا من الأول كنت تحطيها. جنيني. هحط التوم. أه. هحط الطحينة. هي بنعمل ايه بقى الاول؟ بقشر القرع، بسلقه على البوتاجاز كويس قوي، بعدين نحط. عاوزه ملح وفلفل يا شريف. بسلقه، بهرسه بالهراس او بضربه في الكبه، حط فلفل، او بضربه في الكبه، وبعدين بعمل الخلطه ديت.
اللي هي الزبادي والطحينة والفلفل الرومي والملح والفلفل والايه والثوم. اديني الحاجات الناحية التانية بليز. طيب هحط له بقى شوية بقدونس كام. انت حطيت ملح؟ لو حطيت ملح وفلفل. طيب هنغرفه في طبق التقديم ونزوقه بالمستردة لو انت عاوز. انتوا على محفظ بقى. بقى لها 11 سنة بتقولي كده. ده دليل على ان انا ايه؟ ذكية جدا. لا عنيدة، انت مش بتقولي كده؟ مش عارف بقى ده عنده ولا ايه. لا مش عنده ولا حاجة طبعا. انت اللي قلتي. هي اللي قالت. قبل انت بتقول. بصوا بقى يا حلوين. اللي عايز يحط ده طبعا فين الزيت؟ الزيت بقى نرش على الوش وفي مستشفى. مش المفروض الزيت ده كنا نحطه هنا صح؟ اه. وانت نسيتي؟ اكيد لانك ليه؟ بتكلمني وانا بشتغل. اه ما بتركزيش؟ لا. طب انت جيف مي ذس. وانا بشتغل محدش يتكلم معايا. وهي بتشتغل محدش يتكلم معاها. على اساس ان احنا هنا في البيت مش في برنامج تلفزيوني، لازم نفيد المشاهدين والمشاهدات. شكرا. اتفضل. بتبصي لي بتعالي كده. اتفضل. ايه التعالي ده اللي لسه عايزين زيت؟ مين فوق بيعطس؟ في ايه؟ ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ خل. معلش. شكرا. لسه, لسه 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 انا ما خلصتش على فكره. لسه الزيت ما خلصتش. انا حطينا زيت. لا خلاص ثانيه واحده حضرتك. تعلموها بقى تعلموها بقى تعلموها بقى. ماشي مش بطال برضو. الله. هو يعني غلط ان انا اقول لك مش بطل. لا صح. هو انا لازم اقول لك 100 100؟ لا لا مين؟ مفيش حد 100 100. كمال الله وحده يا روح قلبي. ايوه كده. قال لي الطبق مستور يا منى. كله جميل. فوالا. ايه رايكم؟ شكرا. طيب احكي كده للناس عملتي ايه لغايه. عملنا طاجن القلقاس باللحمه المفرومه والخضره، وده صنف جديد. هو نفس المقادير بس بطريقه تانية. ايوه. وعملنا متبل القرع العسلي حلو جدا. قرع العسل مش العسلي. والله بعدين معاك. والله كده بعدين معاك النهارده. اصلنا ايه طيب؟ فاضل لنا كيكه العدس الاسود. الاصفر اللي بتاعت قطع ولا لسه؟ ده لسه اول لفسه بجد؟ اه اول لفسه. انا بلبس اول لفسه هنا عندكم. اختش عليك يا اختش عليك. طيب بهذه المناسبه يا اولاد نسمع اغنيه من عندليب الشارع للعندليب عبد الحليم حافظ. انا حجنني كده. بصي حضرتك. طب يلا انت عاوز ايه؟ كمل الاوصاف. نسمع جزء منها دلوقتي. كمل الاوصاف فتني. اللي هو مين بقى؟ انت. يلا. طيب وهنسمعها دلوقتي بصوت حسام حسني وبعدين فاصل ونرجع لكم. خليكم على صراحه مزيكا. بعيدة بعيدة قالوا شفايف قالوا شفايف وليات بتقول تنهيدة قالوا الصبر قالوا الصبر بحور بعيدة بعيدة بعيدة.
ايوه بقى حلوه القفله، القفله دي فكرني بايه؟ مدام عايده بتسلم عليك من فلسطين. اهلا وسهلا بيها، ست جميله وبتموت فيك وفي البرنامج، وبتقول برنامج مرتب، برنامج دمه خفيف، روحت لها الف سلامه وتحيه، بيقدم برامج فقرات. شكرا استاذه عايده. ومدام ماجده منين؟ من المقطم. انا قاعده في الطياره لقيت حد ورايا بيقول لي ازيك يا مدام وهاتك يا كلام ودردشه وبنتكلم. الطياره انت قاعده جنب الشباك؟ انا المره دي طلبت اقعد في الكرسي اللي جنب باب الطوارئ. خفتي؟ لا مش كده، عشان تفردي رجلك. ده مش اغلى؟ طبعا. انت عارفني بقى، مش فايز. انا بضطر اقعد فيه برضه عشان لازم انا فوجئت انه بياخدوا. ده اغلى بكتير. انا لازم اقعد فيه برضه ده، عشان انا انت عارفه ممنوع اتني رجلي فتره طويله فلازم افردها. لا هو لازم كده والكراسي. المهم حلو، ما علينا، كله كويس، نعمة من ربنا الحمد لله. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ بص بقى، دي كيكة بالعدس الاصفر يا جماعة. انا عملتها وكلتها وباكل منها كل يوم حتة قد كده. اولا فعلا يعني في منتهى الجمال، اولا مش هتحسي بطعم العدس. تحسه بطعم العدس. الشوكولاتة مغير، وحتى لو سواس يا بابي. يلا بينا. ايوه يعني احنا دي نشرب شوربه عدس، وبعد كده نحلي بايه؟ كيكه العدس. كله عدس في عدس. بعد كده بقى يحصل لنا كميه انتفاخات مرعبه. لا طب ايه رايك ان انا باكلها ما حسيتش؟ ما انت منتفخ اهو. لا يا شيخ. انا منفوخه على الفاضي. هو اللي قال لي. هو مين؟ اهو. انا منفوخه على الفاضي. شفتي كده على طول؟ يلا ماشي. انت منفوخه على الفاضي؟ لا بجد؟ لا ما هو بتقولي انت مش قلتي هتسافري هناك عشان تروحي تفسي دماغك؟ فسيتها ماشي وما زلت منفوخه. يا ابويا والله العظيم الست دي هتجنني يا اولاد. الكيكه دي كمان سهله، ما بتاخدش وقت، ما فيهاش مقادير. ما انا مدام طولت معاكي كده يبقى انا عايز اخد وقت، بس اتس اوكي والله مش قادرين كده يبقوا معايا في الليله. قولي المقادير. اقول في وقت ولا لا؟ قولي المقادير. طيب يلا خلصت الوقت. يلا بينا. كيك شوكولاته بالعدس الاصفر، كوبايه عدس اصفر، ربع كوبايه لبن، معلقتين كبار زيت، نص كوباية عسل أبيض، نص كوباية كاكاو خام، معلقة كبيرة بيكنج باودر. بس بس عايز أطلب منك خدمة. اتفضل. أي حاجة هتقولها لك، أي حاجة هقولها لك هتعمليها؟ حسب ما أقدر. شايفة الراجل اللي طاير هناك بالكاميرا ده؟ شايفاه؟ لا طاير. طاير. الكاميرا اللي طايرة دي. أيوه الكاميرا. ما أنا قلت لك كرين مش هتفهمي. لا فهمتها خلاص. اعمله بس كده. ايه بقى ايه؟ هو اعمله بس كده، شوفي عمل ايه. شفتي؟ عمل ايه؟ اعمليه له مره ثانيه عشان شوفي. بيفط كده. الحركه دي مش عنده هيستيريا، اول ما حد يعمله كده يجي يتخض. يا حرام. انا عمري ما شفت حاجه في حياتي، مش عارف ليه يعني. مش هنقول اسمك عشان الاحراج، عشان المدام، بس المدام عارفه؟ لا خلاص مش هنقول اسمك. طب الولاد عارفين؟ ده انا هخلي طول ما انت ماشي في القناه هنا ده تعالى. اول حاجه هجيب صينيه وهدهنها سمنه وايه؟ ودقيق. اهي. خلاص؟ ماشي. تاني حاجه بكون نقعه العدس كوبايه من بالليل منقوعه وبصفيه كويس قوي من ميته وهنحطه في الخلاط. اوكي. بعدين هنحط عليه معلقتين زيت. طبعا انا قعدت افكر وافكر وادور وادور لحد ما لقيت المقادير دي، المقادير السهله، وجربتها الاول عندي. انت لازم تجربي الاول. عجبتني. السم طباخ السم بايده. بس انت ما بتعمليش سم. بس عجبتني. انت بتعملي شوكولاته في شوكولاته. حطينا ايه؟ في حاجه ثانيه هنحطها؟ هنحط كله. كل الكاكاو؟ الكاكاو، البيكنج باودر، ربع كوباية اللبن، النص كوباية عسل. لو تلاحظوا كمان، انت معاك معلقة يا شريف؟ لا بس ممكن تجيبي لي او شوكة. هاتي شوكة. معلقة عشان افضي العسل. لا هاتي بس شوكة. اسمعي كلامي. شوكة؟
لا ما تسمعش كلامي ابدا عشان انا حطيت اللبن في ما هو هيتخلطوا مع بعض. انت بتبصي لي كده ليه؟ بصي اهو عشان ما فيش حاجه تفضل فيه عشان العسل بقى غالي بالشيء الفلاني. يا جماعه يا جماعه اللي عمله شريف ده يستاهل عليه جايزه. مبسوط؟ بجد والله فكره حلوه. حسيت ان انت هتشتميني. لا لا شفتي كله نزل ازاي؟ لا بجد بجد فكره لولبيه. انا بقعد اتفرج على الحاجات اللي تقعد ايه افكار زي دي عشان بتسهل الشغل وما تخليناش نرمي الحاجه عشان الحاجات بقت غاليه. لا فكره حلوه احييك. خد بقى اضرب لي الكلام ده كله كويس. جاني لا بص يا منامينو معلش انا اسف همسه هغسل ايدي بس ما اشتغلش ليه. لا ينفع احط له شويه ميه؟ لا هو ممكن بدا بص قلبه بس قلبه بالسكر. قلبه بالشوكه مش وهو شغال يا شريف. انا عارف طبعا خلاص هو الادوات الكهربائيه لازم نشغل 3 ثواني ونهدي عشان ما تبص. خلوا بالكم على ادواتكم الكهربائيه عشان هو انتوا عارفين هو ما فيش اصلا. اشتغل اهو. اهم حاجه العدس منقوع من بالليل يتصفى كويس قوي واحنا بنحطه في الخلاط ومقاديره زي ما انتوا شايفين بسيط. هجيب بقى صينيه فرن تقريبا. بس المقادير دي قليله على الصينيه دي. لا ما هي مش مفروض تطلع تخينه. عامله زي البراونيز. اي مش مفروض تطلع تخينه. بتخرج من الفرن بقى عاوزين ننزل كل ده. بتحطي عليها بقى بتحطوا عليها صوص شوكولاته. انا بقى محتاج بس ما انا هجيب لا هجيب لك من هنا. بنحط عليها صوص شوكولاته وسوداني سوداني. يلا وبعدين دي بتخش الفرن بتقعد 35 دقيقه على فرن درجه حرارته 180. بس خلوا بالكم درجة الحرارة بتاعة الألمونيوم غير الإزاز غير الفخار. ويفضل الألمونيوم. الألمونيوم. أنا بحب أي حاجة في الفرن. الألمونيوم 180 درجة الحرارة على طول. بيستوي أحلى في حاجة الألمونيوم. طبعًا. لحلح. لحلح. خلص. لحلح. تقول لك لحلح. لحلح اللي كده اتلحلحت؟ يلا احكي لنا عملتي ايه النهارده؟ عملنا دقيقة القلقاس باللحمة المفرومة والطبق ده مش موجود غير في بيتنا بيت الترابيشي. بجد؟ والله. ماشي كملي. وعملنا متبل القرع العسلي وعملنا كيكة العدس الأسود. الأسود؟ الأبيض بالشوكولاتة. الأبيض؟ في عدس أبيض؟ يوه الأصفر. الأصفر. هي من ساعة لما لبست الحتة الحمراء يا أولاد وهي مش على بعضها. الأصفر بالشوكولاتة وأنصحكم تعملوها للناس اللي عندها حساسية من الدقيق. الأبيض وكمان بتعمل ريجيم. شكرا منامينو شرفتينا ونورتينا كالعادة. خلونا نسمع دلوقتي جاني الاسمر للمرحومه الست عتاب. والست عتاب هي اول مغنيه سعوديه من المملكه العربيه السعوديه وجات عاشت في مصر وكان عندها كازينو عتاب هنا عندنا وتوفاها الله. وانا كنت بحبها قوي ولما قريت قصتها والمعاناه اللي حصلت لها في حياتها في الحقيقه احترمتها اكتر واكتر لان انا بحترم الفن في كل مكان واي حد بيحارب الفن بيبقى حاجه صعبه جدا. طيب بشكر منامينو شكرا ليكي. نسمع دلوقتي جاني الاسمر وبعديها فاصل ونرجع مع سعاد سليمان. خليكم على صباحته مزيكا. جاني الاسمر جاني وافتكر زماني جاني الاسمر جاني وافتكر زماني
بعد ما نساني جاني. لما كيف طب وراك جاي نادم على الفراق، لما كيف طب وراك جاي نادم على الفراق، جاي يذكرني بحنين اللي نسيته من سنين، جاي يذكرني بحنين اللي نسيته. كان الاسمر جاني وافتكر زماني، كان الاسمر جاني وافتكر زماني بعد ما نساني جاني. لا يا هلا يا هلا يا هلا. قصة كل ليلة، ألف ليلة وليلة، قصة كل ليلة، ألف ليلة وليلة، قصة كل ليلة. ألف ليلة وليلة، قصة كل ليلة، ألف ليلة وليلة، قصة كل ليلة، ألف ليلة وليلة، قصة كل ليلة. يا شهرزاد احكي لشهريار، اشغلي له ليل ولطلوع النهار، حيري له باله غيري له حاله، خلي عقله دايما في حالة انبهار. احكي يا شهرزاد احكي لشهريار، اشغلي له ليل ولطلوع النهار، غيري له باله غيري له حاله، خلي عقله دايما في حالة انبهار. احكي يا شهرزاد احكي يا شهرزاد احكي يا شهرزاد. ألف ليلة وليلة قصة كل ليلة، ألف ليلة وليلة قصة كل ليلة، ألف ليلة وليلة قصة كل ليلة. ألف ليلة وليلة قصة كل ليلة، ألف ليلة وليلة قصة كل ليلة. احكي يا شهرزاد احكي لشهريار، اشغلي له ليل ولطلوع النهار، حيري له باله غيري له حاله، خلي عقله دايما في حالة انبهار. احكي يا شهرزاد احكي لشهريار، اشغلي له ليل ولطلوع النهار، حيري له باله غيري له حاله، خلي عقله دايما في حالة انبهار. احكي يا شهرزاد احكي يا شهرزاد احكي يا شهرزاد. ألف ليلة وليلة قصة كل ليلة، ألف ليلة وليلة قصة كل ليلة، ألف ليلة وليلة قصة كل ليلة. ست ساعات جت يا ولاد. قبل اي حاجه خلوني اشكرها على الحلقه اللي فاتت، وان انت فضفضتي وقلتي كلام كبير، وخشي شوفي بقى تعليقات الناس على كلامك، وقد ايه الناس شافوا ان ده كلام مهم ان الناس تسمعه عشان الناس تحاول تفهم. ودي رسالتنا ان احنا نحاول نبقى في قدر من الوعي للناس للحاجات اللي ساعات بيشوفوها ممكن يكونوا مش متخيلينها ممكن تحصل. فبشكرك يا عظيمة الحلقة دي. ربنا يخليك. هنعمل استفتاء. ايه؟
دلوقتي سعاد لا عايزه تغير قصه شعرها. ما مره عيطتك ومره ضحكك وانا بقول لها ان القصه دي عليكي زي القمر عشان وشك طالع منور كده زي البدر عشان لما انا وشي بينور في اي حاجه. شفتوا بقى؟ فاحنا دلوقتي هنحط صورتين لسعاد، صوره بالشكل ده بالفورمه دي وصوره لفورمه قبل كده، وحضراتكم هتختاروا وتقولوا لنا اني شكل احلى وهي هتمشي عليه. المشاهدين مشاهدين هم اللي يقولوا. لا يا شريف بصدع وعندي فراغات في شعري. طب لا لا اللي هيقول يبعت لي بقى دواء لشعري علشان ما بقاش عندي فراغات عشان ما بقاش الكاتبه الصلعاء. ها بقى انت قمر في كل حالاتك. ماليش علاقه. قمر بالستر. احكي لنا بقى النهارده قولي ايها الجمهور السعيد ذو الراي الرشيد. والحاج بلغني ايها الجمهور السعيد جمهور الحاج شريف مدكور ذو العقل الرشيد. احنا النهارده هنتكلم على شخصيه من اعظم شخصيات الادب في تاريخ الادب. يعني في مثلا ايه يقول لك ايه زي مثلا اهم 100 فيلم اهم 100 كاتب. انطوان تشيكوف. هو تشيكوف احنا بننطقه بالمصري تشيكوف، بس هو بالروسي او في بلاد اخرى بينطقوه تشيخوف بالخاء. زي مثلا اغاسا كريستي، في ناس تقول اغاسا مش الجيم غين. زي الارجنتين يقولوا ارجنتين حاجه كده. بس هو تشيكوف او تشيخوف. غيروا قوانين، قدروا يغيروا شكل البلد، قدروا يهاجموا العنصريه والعبوديه والديكتاتوريه، قدروا ان هم يخلوا الناس يعني تبتدي تتعامل تبقى مخها متسع للسماحه، فكره انه ينفر من الفقر مش يدين الفقير، حاجات كده. منهم مثلا ليو تولستوي اللي هو عامل أنا كارينينا وعامل الحرب والسلام. منهم ديستوفيسكي اللي احنا قلنا اللي عامل الأبله وعامل الأخوة كرامازوف وعامل الجريمة والعقاب طبعا. منهم جوركي اللي عامل الفقراء ده ما اتكلمناش عنه. ده لا ما اتكلمناش عنه. منهم انطوان تشيكوف او تشيخوف، وهو دكتور وكاتب مسرحي وكاتب قصه قصيره وصحفي وموسوعي وحاجه كده كبير جدا. هو اتولد في روسيا سنه 1860 لاب تاجر فقير، وهو وابوه كان دائما ابدا مدين يعني مديون على يعني فلوس. فهو ابتدى يتعلم لحد ما وصل للإعدادية وبدأ يكتب. هو اشترك في مسرح المدرسة، وهو يعني كان بيحب قوي ان هو يكتب، فكان دمه خفيف جدا وكانت روحه ساخرة جدا، وكان بيكتب مقاطع للمسرحيات اللي بيمثلها مع زمايله. شوية شوية في الثانوي بدأ يمثل المقاطع دي والقصص المسرحيات القصيرة جدا القصص القصيرة جدا للجرايد والمجلات، لدرجة انه بدأ يكسب فلوس فيدعم بيها اهله ويبتدي كمان يصرف على نفسه. وهو دخل كلية الطب بعد كده كان بيشتغل في كل روسيا بس بالمجان. يعني هو كان بيعالج الفقراء بالمجان، لان هو قال انا دقت الفقر وعارف يعني ايه ان الواحد ما بقاش عنده دكتور يداوي وما عندهش حتى ثمن العلاج، فكان بيداوي الفقراء بالمجان وبيديهم فلوس الدواء كمان. طبعا بدا يذيع صيته من خلال كتابه المسرحيات. الاول كان بيكتب باسماء مستعاره، يعني رجل بلا طحال، امضاءاته يعني حاجات كده، علشان هو ما كانش عايز يعرف اهله ان هو بيكتب. وبرده هو كان عنده برده من الناس اللي كان عندهم مشاكل مع ابوه في التعامل اليومي، وان الاب طول الوقت كان بيعتمد عليه اعتماد كلي في ان هو يسدد ديونه. لكن هو كان بيحب امه قوي، وامه هي اللي كانت بتعلمه، هي اللي حببته في الادب من خلال الحواديت اللي كانت بتقعد تحكيها له هي واخواته. هي كانت سيده ذات خيال بارع، وهو كان بيقول ان هي لو كانت كتبت يعني كان اصبحت اديبه كانت هتبقى اديبه شهيره جدا. بدا يكتب مسرح، عنده مسرحيات مهمة جدا، الخلفانيا وبستان الكرز. أهم بقى حاجة في تشيخوف إن هو أهم كاتب في العالم كتب القصة القصيرة
في العالم. Yeah. لدرجه ان هو لما مثلا انت عايز تمدح كاتب تقول له انت تشيخوف المصريين او تشيخوف العرب، يعني انت زي تشيكوف كده في روسيا او في كتابه القصه. مثلا يقال عن يوسف ادريس او اللقب اللي كان بيتاخد واخده يوسف ادريس ان انت تشيكوف العرب من كتر ما هو كان ابدع في القصه القصيره. في القصه القصيره، فهو يعني نمره واحد او نمبر وان في القصه القصيره في العالم، في كل العالم وفي كل الاداب. يعني في الروايه هتلاقي دوستويفسكي، هتلاقي فيكتور هيجو، هتلاقي همنجواي، هتلاقي تشارلز ديكنز، لكن في القصه القصيره يتربع على عرشها بلا منازع هو انطوان تشيكوف. حتى المسرح بتاعه، لا في مسرحيين اعظم منه بكتير، يعني شكسبير، جورج برنارد شو. شكسبير رقم واحد يتهيألي. طبعا جورج برنارد شو، ابسن، هنري ابسن، دول ملوك المسرح. لكن هو رغم انه عنده مسرح كتير جدا جدا، لكن هو ملك القصه القصيره بلا منازع. عايز اقول لك على حاجه انا لاحظتها فيكي. إيه؟ وانت بتحكي عن الادباء بتبقي في حاله كده توهج. توهج. ليه؟ هحكي لك انا بقى. انا بحب تشيكوف اصلا، وبعدين قريت له اصل الاسبوع اللي فات كان كافكا، والاسبوع اللي قبل، وانت بتحكي عليهم لا عندك حاله. ما انا كاتبه زيهم وتعلمت منهم. يعني مثلا تشيكوف انا لما قريته حتى ما تبصيش في الورق خالص اللي معاك. لا حاضر. حسيت ان الراجل ده بياخدني العالم اللي هو عارف، اللي هو تخليك تحس ان انت عاجز. طب انت هتكتب احسن من ده ازاي؟ طب هتكتب حتى ربعه ازاي؟ هحكي لك قصه قصيره في 70 كلمة كتبها أنطوان تشيكوف. 70 كلمة؟ 70 كلمة. 70 كلمة. هو بيتكلم على طفل اسمه فانكا. فانكا ده بيكتب جواب لجده، بيقول له يا جدي العزيز، أنت لا يعني أنت ممكن أنا هقولها بالبساطة بالعامية، انت انا خايف تكون نسيتني، وخايف تكون نسيت ان عندك حفيد اسمه فانكا، وانا من ساعه ما امي ماتت وابويا مات وانا بشتغل عند الحداد، وطول النهار عمال اشتغل، عارف اللي هو بيعمل النار ده، النار دي، ويعني هدومي اتبهدلت وبقت باليه، باليه يعني بقت مقطعه، وانا يا جدي عشان ما عنديش بيت الحداد بيسمح لي ابات في الورشه بالليل، والصبح يجي يصحيني بعنف شديد جدا، وبيكتب الجواب وبيطبق الورقه وبيحطه في ظرف ويكتب على الظرف الى قريه جدي. خلصت القصه. قول لي انت بقى، انت كقارئ، طب هو جده ازاي ما بيهتمش؟ طب الجواب هيوصل لجده؟ طب قريه جده اسمها ايه؟ انت قاعد حاسس ان قلبك بيتفرط وبينفطر على الطفل اللي عنده 12 سنه ده، اللي بينام في على البلاط في شتاء روسيا، هدومه مقطعه، بيشتغل 12 ساعه عند الحداد، بياكل اكل يعني لا يسد الرمق، يعني ما بيشبعوش، هدومه يعني اللي هو قد ايه هو ككاتب، انا ككاتبه قد ايه هو قدر يخليني اشوف، ما شافش القصه سطور، لا انا شفت الولد وشفت الدكان وشفت الكير اللي هو النار وشفت جده وشفت ده. يعني قدره الكاتب على انه يوصل لك مشاعر وترسم صوره، كلام السطور تتحول لصوره، ده شيء عظيم جدا جدا جدا. وهو لما تولستوي مثلا يكتب قصه مدينتين، المدينتين لا ما ده تشارلز ديكنز، تولستوي يكتب الحرب والسلام ويبين بشاعه الحرب، وبالتالي يبقى بسبب كتابات الادباء دولت تقوم عصبه الامم المتحده وتقوم الامم المتحده واليونيسيف، بسبب هيمنجواي يتلغى حكم الاعدام في اوروبا لان هو كان ضد الحكم ده، وعمل روايه مهمه جدا اسمها الحكم بالاعدام. ازاي بقى بيصور لك مشاعر الشخص وهو رايح المقصله، وبشاعه الناس اللي واقفه تتفرج على انسان بيتشنق
فالمشاهد دي كلها خلصت من العالم، ما عادش دلوقتي حد بيتشنق في ميدان عام. طبعا انت عارف طبعا وقاري وفاكر انت محاكم التفتيش، وفاكر المقصله اللي بتتعلق للناس انها تتشنق في زي ماري انطوانيت مثلا. ده كله بفضل الادباء والكتاب والفلاسفه والمفكرين. هو دورهم الوعي يعني. الله ينور عليك، هو ده بالظبط. ودوت اللي عمله انطوان تشيكوف. خلي بالك ان احنا في ال 40 سنه الاخيره او ال 50 سنه الاخيره الاعلام والدراما ابتدت تنافس الادباء في نشر الوعي. بس خد بالك بقى ان المؤسس، مين المؤسس؟ لا الادب طبعا. يعني مثلا هتلاقي في سهره تلفزيونيه اسمها البرهان، دي عن قصة قصيرة لتشيكوف عملها الأستاذ يحيى الفخراني 1983. الرهان مش البرهان. الرهان أو الأستاذ يحيى الفخراني 1983. مثلا مثلا الإخوة كرامازوف اتعملت مسلسل، اتعملت فيلم، أوليفر تويست اتعمل منها 20,000 مسرحية و20,000 مسلسل و20,000 فيلم. فهنا الناس بدأت، هو الأدب اللي بيأسس للمواجهة، وأول اللي أسس للدراما. تشيكوف عنده تقريبا 100 قصة قصيرة، عنده حوالي 10 مسرحيات. مش كتير. لا مش كتير طبعا. هو معاش كتير. اتولد سنة 1960 وتوفي سنة 1904، كان عنده سل 44 سنة بالظبط. صغير قوي. كان عنده سل ومعاش كتير يعني. انت عندك زغطة؟ لا عندي كحة. طب بصي فوق اهو. بس واتدفن في روسيا، ويعتبر من اعظم كتاب روسيا، واخد جوائز كتيره جدا. في كمان شخصيه مهمه جدا، كاتب مهم جدا، انا عايزه ان شاء الله نتكلم عنه، بوشكين. بوشكين الشاعر الروسي العظيم، وليه جذور عربيه، وليه جايزه باسمه طبعا. طيب خلينا نشوف الصور. يلا يلا. اول صوره، اول صوره معانا، اتفضلوا. اوكي ده هو صغير. اوكي. واللي بعدها شبابه. شبابه وسيم اهو، بس روسي روسي يعني. هنا مع زوجته. اولجا اسمها. اوكي ده بيته. البيت اللي اتولد فيه. البيت اللي اتولد فيه. اوكي. وبعد الشيخوخه. ده قصه من قصصه. وده الراهب الاسود. ايوه. والرهان. ايوه. وكائن ضعيف. كائن ضعيف. مسرحيه الشقيقات الثلاث. قصه تجار المواشي. اوكي. دي اثناء مرضه. ده مات ولا ايه؟ ده اثناء مرضه. اثناء مرضه. فراش المرض. بيصوروه كده هو في فراش المرض. وبعد كده نشوف المرجع اللي سعاد جابت المعلومات منه النهارده. اوكي. بشكرك يا ست سوسو، شرفتينا ونورتينا. هنعمل استفتاء على شعرك بقى ونشوف. يا دي شعرك. عيط والله. لازم كل وكل اسبوع عيط. شكرا سعاد سليمان. خلونا نسمع دلوقتي عرباوي بصوت حسام حسني. بعد كده نرجع لكم وعرض ازياء مع مصورة ازياء استاذه دعاء السمليهي. السمليهي يا رب اكون بنطق الاسم صح. خليكم على راسي. ولا يا ولا يا عرباوي، ارمي بياض حط القناوي، وان كنت شاري يا دهم زمانك، المهر مركب وانت معتاوي. ولا يا ولا يا عرباوي، ارمي بياض حط القناوي، وان كنت شاري يا دهم زمانك، الماري مركب وانت معتاوي. عرباوي عرباوي عرباوي، شغلة الشابة الحلوة الصنيورة،
أم التربية بترسم بالله على القورة وضفاير غارت من القصة رقصت على رن الخلاخي وعيون يا صبايا بتتوسخ يا وبتطير زغالي بتبص بصة الله عليها الشمس تخجل قدام عينيها والبدر يسهر لما يراعيها وش حالنا يا ابو قلبي غاوي ولا يا عرباوي ارمي بياض خط الاناوي وين كنت شارك يا دهب زمانك المهر مركب وانت معساوي ولا يا ولا يا عرباوي ارمي بياضك خط الاناوي وين كنت شارك يا دهب زمانك المهر مركب وانت معساوي عرباوي بقى. طول عمرنا بنقول على اهل المنوفية شاطرين مش شاطرين بس شاطرين وشيك وذوقهم حلو وعاملين صناعة مصرية راقية جدا ومعانا النهاردة من شبين الكوم منوفية استاذة دواء اسم اللي اهلا اهلا بحضرتك قلت كله صح تمام زي غلطات لتاني مرة بتشرفينا في 4 شارع الشريف والمرة دي في مرة فاتت الحاجات كانت حلوة قوي بس المرة دي في طفرة في الحاجة في كمية تفاصيل كبيره قوي بس قبل ما نتكلم عن الحاجات خلينا نفتكر كده حضرتك ابتداتي ازاي في عالم تصنيع وتصميم الازياء يعني كانت هوايه وبدات بقى انميها يعني تشجيع بقى كل اللي حواليا وكده والحمد لله يعني بدات بقى اطلع كل الافكار بقالك كام سنه يعني دي ثالث سنه ثالث سنه بس هقول عليكي بداتي كبيره يعني يا رب لا هو طيب خلينا نقول انت فاتحه كل شغلك في شبينكم في شبين واونلاين بقى يعني اونلاين اكتر كمان لان انا فتحت في شبين مؤخرا فتحتي محل فين في شبين في شارع الجلاء اوكي يعني اول ما بدات قعدت اونلاين حوالي سنه او سنه ونص كده وانت بتبيعي القطعه بتبقي مبسوطه وانت بتبيعيها اكتر اونلاين ولو انت شايفه الزبونه بتخش تقيس حاجتك وتلبسها وتطلع يعني كده وكده بس انا علشان شغلي كله اونلاين والناس عرفتني اكتر اونلاين فبحب
يعني الاونلاين يعني بعتز بيه قوي بصراحه، يعني هم اللي شجعوني اكتر ان انا اكمل. بس لما فتحتي المحل وبتشوفي كده يعني الزبونه تخش وتنقي الحاجه، بتبسط اكتر بقى ان انا بدات اتعرف في شبين، لان انا ما كنتش لسه معروفه قوي في شبين زي المحافظات بره. طب اهل بنات وستات شبين مبسوطين جدا بيشجعوكي ولا لا؟ قوي قوي بصراحه، لان يعني لبس المحجبات اللي هو الواسع الشيك ده مش موجود عندنا قوي. وانت عامله المحجبات وغير المحجبات؟ غير المحجبات. اي بنت اي ست تشتغل. بالظبط كده. فحبوا الافكار قوي، خصوصا ان كان في ناس محتاجه كده ما كانوش لاقيينه يعني. اوكي. فبسطوا لا جدا جدا يعني. اللي بيجي لنا الحمد لله مره لا خلاص يعني عرف مكانه. طيب خلينا نقول الخامات اللي حضرتك مستخدماها في الشتاء السنه دي ايه؟ جوخ وقطيفه اصواف. ميلتون؟ هو ده ايه؟ ده ميلتون. ميلتون. اوكي. ده ميلتون حلو جدا للسوتس التريننج. هو الميلتون اساسا قماشه للبس رياضي جميل. بس حلو انتم موظفينه في حاجه كده يعني. انا حبيت بقى الافكار ان انا ادخله في فكره كده، انك لا يعني مش تلبسه مثلا ده فستان. يعني هو السكيرت وقطعتين الجيب وال يعني الميلتون دايما معروف ان هو لا هلبسه مثلا زي ترينج في البيت او حاجه نادي، فلا يعني احنا غيرناه خالص. طيب خلينا نشوف فاصل، بعد الفاصل نرجع تمام. نكمل بقية المجموعة. خليكم على صحة. مرة تانية برحب باستاذتنا استاذه دعاء السمليهي مصممه الازياء اللي جاي لنا مخصوص من منوفيه شبين الكوم. ايوه. الله يكون في عون اللي بيخيطوا معاكي. صح. كل حته فيها حاجه، ومفيش حاجه زي التانيه. يقولوا لي احنا نفسنا يعني طلع لنا تصميم سهل مره يعني. لا خليكي كده متعرفه. فقلت لهم لا لازم لازم التميز يعني. كلهم من عندك في شبين الكوم؟ اوكي. يعني وكله بنات كمان يعني شغل بنات. انت قاصده؟ ليه؟ زوجي بقى. اوكي. واسهل التعامل معاهم؟ كتير والله يعني كتير. اوكي. اللي بتعمل كمان الباترون بنت؟ لا الباترون ده انا يعني. انت بتقصي؟ والله؟ انت عندك بقى يعني انت عندي بتعملي باترون وانت بتقصي؟ ورشه بقى مقص كهربا وكده وباترون. تحطي الحاجات على البنك؟ وبعدين انا من النوع اللي انا ما احبش يعني اسلم شغلي لحد لا الباترون ولا المقص. ما انت خلاص ما دام بتعملي باترون خلاص؟ يعني ما احبش خالص. حتى في وقت زنقه الشغل ناس كتير تقول لي مثلا ودي ورشه بره مقص دار او كده ما فيش. فلا اخاف يعني. لا. طيب خلينا ننزل الفيسبوك والانستجرام الخاص بيها على الشاشه. اسم البراند؟ اقوى موضه. اقوى موضه. اقوى يعني اقوى من يعني جمال الازياء، اناقه الازياء. اوكي. اقوى موضه، وهي دلوقتي فاتحه في شارع الجلاء في شبين الكوم المنوفيه. هتفتحي في حتت ثانيه؟ هتفتحي في القاهره يعني؟ يا رب. ولا انت اللي يجي لي؟ ولا انت تحبي تمشي على مقوله اللي عايزني يجي لي انا؟ لا لا احب والله، بس يعني عايزه افضى شويه. بتصدري ولا لسه؟ لا لسه.
لسه؟ يعني يا رب عايزين بقى نشجع نتمنى واحنا عايزين نشجع التصدير ده اكيد. طيب خلينا نشوف اخر جزء من المجموعه، يلا بينا مزيكا. حاجات كلها احلى من بعض، وعامله حاجات تنفع الصبح وحاجات ممكن بعد الظهر وحاجات للنادي، بتستخدمها الفرو كمان بطرق مختلفه. طبعا اناقه الشتاء. اناقه الشتاء بحييكي عليها الفرو بصراحه فظيعه. وانت طبعا عندك حاجات كثيره، اغلبيه حاجتك فيها شغل يدوي معمول مطرز بالايد او متخيط بالايد، ودي حاجه طبعا بتعلي الخيش طبعا كمان، يعني شغل الخيش برضو حلو جدا، بيدي شياكه برضو للقطع. صحيح. جميل قوي يعني. شرفتينا ونورتينا، نشوفك على حاجات الصيف ان شاء الله. أهلا اكيد وسهلا اكيد بيك. شرفتينا ونورتينا، اتمنى تكونوا اتبسطتوا عندنا النهارده في 4 شارع شريف. نشوفكم في نفس ميعادنا، شكرا لكم، باي باي.